على اسم دليلة، واحدة اسمها دليلة، وتشابه الحروف الثلاثة الأخيرة يعني ييلة دليلة ييلة. اذكر أسماء أخرى وعلى نفس السياق. يلا أستاذ حازم. جليلة جليلة الجليلة جليلة. نعم موجود، جليلة موجود، والجليلة هذه كانت زوجة الملك كليب، مو صح؟ تمام. حرب البسوس الجليلة. وأخ أمجد مشابهة دليلة دليلة اي أريد نفس السياق، خاصة الحروف الثلاثة الأخيرة يا لام ا يلي بالضبط. جليلة دليلة جليلة. وبعد ليلى الأخوك جاء، يعني لازم نحكي نفس الحروف هذه الحروف الثلاثة الأخيرة. أعيد السؤال على اسم دليلة وتشابه الحروف الثلاثة الأخيرة، اذكر أسماء أخرى وعلى نفس السياق. يقول ليلى